عطيف العولي من ضحايا المقاطعة الناشي من الإبادة الجماعية بالمقاطعة 46 سيد الموصي، لأن تم الاعتقال ديالي بعد ما وزعنا المناشير يوم السبت يوم الجمعة في العشية. أنا عاد ما قلت أنا وما كان معايا عبد الرحيم المروري أستاذ ونظيف العربي حتى هو أستاذ حاليا، ورجعنا السبت في الصباح وزعنا المناشير قدام النية وقدام المدرسة ديال طارق تمايا، ما كانت كل العشرة حتى جات الإشارة ديال بلي راه كاين ضرب في حي المحمدي جاب الطوبيس 32 من تما اندلعت. في هذه الحالة هذه مشينا حنايا أنا وواحد مجموعة ديال الأخوان مشينا استقنا عند شي ناس وبغينا تنتغداو، شدونا من تما هبطونا للمقاطعة. المقاطعة زمتونا أول حالة ديال الوفاة وقعت مع 3:30 ديال العشية، دقينا على المسؤول نحلوا علينا حلوا علينا، قالوا لنا والله ما نحلوا عليكم حتى تموتوا كلكم. لحسن الحظ مع 9:30 ديال الليل جالو شي واحد كيسمع على خطوة على الكيشي كيسمع النينال، ما بقاش الغوت، هو يفتح وقت تفتح الباب الباب كيتفتح لداخل، الناس ميتين عند الباب، الباب ما بغاش يتفتح، بقاو حتى دار واحد فجوة صغيرة دخل منا واحد بعدو زي عسكري رقيق عاد قاعد شي 4 ولا 5 هز من حدا الباب عاد خرج 5 الناس كنت انا سادسهم. الوقت اللي بداو كيعدوا انا بحال كنت في حاله غيبوبه، الوقت اللي استيقظت بديت كنعد معاهم من 28 حتى وصلوا 38، قال لي 38 واحد اللي مات عاد بحال هكا بقيت مصفين بواحد واحد بحال هكا. هادو ماتوا غير باكتضاد باكتضاد الزمت بالعاليه الموت خنقا موت خنقا، خلونا في هذاك تخرجونا في هذيك الليله دوزونا لواحد الدوش عندهم كبير. الغد اللي جابوا لنا الكاميرات ديال جيمسي داروا لنا الميلاد مع 6 العشيه ودونا لعين حروده، بقينا في عين حروده من الحد من الحد في العشيه تما وصلوا لحد في العشيه حتى الجمعه كانت المحاضر طبخوها في عين حروده. من بعد الجمعه بالليل هزونا مع 1:30 في كيران مصبوغين، وقت اللي هبطونا هبطونا للمعارف مباشره في المعارف تمت عمليه الفرز ديال كل واحد فينا، تمت عمليه الفرز هل اللي في الجنايات هل اللي في الابتدائي. انا كان نصيبي من الجنايات، وقت اللي كان الحكم تم الحكم القاسي كانت كتحكم بالمجموعه بلا الحكم 15 سنه 15 مسيان 10 حتى وصل كان نصيبي 4 سنوات من السجن، ما كانتش تكون 3 ايام حتى هزونا العين على مؤمن. المعاناه عانيناها في عين على مؤمن، والقصه طويله والا كان الوقت من بعد غادي نتلقى بكم ونحكي لكم مستقبل كل شيء.